السلام عليكم. احترس، سيتم حذفك من بطاقة التموين. قلق كبير في مصر، الناس كلها عايزة تعرف هل هيتم حذفها ولا لا، من هم اللي بتنطبق عليهم شروط الحذف، وايه الرسالة اللي جت للناس وسببت حالة من القلق وسط منتفعي بطاقات التموين. عندنا في مصر بيحصل على الخبز 69 مليون مستفيد، بيحصل على التموين السلع التموينية زي الزيت والسكر 63 مليون مستفيد، عدد بطاقات التموين 23 مليون بطاقة. لكن الحقيقة اكتشف ان هناك بطاقات مضاف عليها اشخاص ليسوا تابعين الاسرة. تجد حضرتك اسرة فيها اب وام وابن وابنة ومعهم واحد مش تابع الاسرة اطلاقا. الموضوع ده اكتشف بحسب احمد كمال متحدث الوزارة في 4 أو 5 محافظات. يبقى احنا بنتكلم هنا على 4 أو 5 محافظات عاملين المشكلة كلها لمصر. طيب لو هي مشكلة عامة ومتعلقة بانه في اخطاء، ما كانتش المشكلة هتتركز في 4 أو 5 محافظات، كانت هتكون مشكلة عامة على مستوى الجمهورية كلها. لكن ال4 أو 5 محافظات دول، ومحدش رضا يقول الكلام ده، او احمد كمال مرضاش يقول الكلام ده اثناء تصريحه عن الموضوع، محبش يقول ان في تلاعب، لكن الحقيقة بتقول ان في تلاعب كبير، وفي بطاقات ممكن يكون حذف منها ناس وهم مستحقين، واضيف اخرين وهم مش تابعين للأسرة وعليه. فالموضوع ده بيرجع لمكاتب التموين وبيرجع لأطر ومافيات كانت موجودة على مدار سنين طويلة مضية، نجحت الدولة شوية في تحجيمها، لكن لازال هناك جيوب لهذه، يعني مش عايز اقول عصابات، لكن لازال هناك جيوب اللي اضافوا ناس مش موجودة وليست تابعة للأسرة. طبعا عندنا حالات اضافة وعندنا حالات حذف، لو في حد توفى او حد سافر بيتم حذفه. عندنا حالة الاضافة لو في مواليد جدد، ودول بيخضعوا لشروط معينة، يعني المواليد ما بيتضافوش كده زي ما الناس فاهمة، ليها معايير معينة نقول لحضراتكم. ولكن احمد كمال اعلن انه الناس اللي هيتم حذفها من بطاقات التموين بالتأكيد جالها رسالة. الرسالة بتقول ايه؟ الرسالة بتقول ارجو التوجه لمكتب التموين لتقديم بعض المستندات للمديرية. الرسالة دي جت على بون العيش، يعني حضرتك لو بتصرف العيش وجالك الرسالة دي على البون، فأكيد لازم تتوجه لمكتب التموين اللي انت تابع ليه عشان تروح وتتعامل في هذا الأمر. ولكن أحب أطمنك، عدد المنتفعين 23 مليون بطاقة. طيب اللي جاله الرسالة دي أو اللي هيجيله الرسالة دي من وسط ال 23 مليون بطاقة، أو اللي حصل فيه ما يشبه التلاعب في نسبة، مش كله طبعا، بنتكلم على 7000 بطاقة بالظبط، بنتكلم على 7169 بطاقة من 23 مليون بطاقة، يعني رقم لا يذكر، معرفش هو 1% أو أقل، يمكن 0.5%. فالرقم ده قليل جدا، ولكن إذا كان حضرتك من سوء حظك إنك كنت منهم، فعليك إنك تروح لمكتب التموين معاك الأشخاص اللي أنت بتحصل ليهم على الدعم، اللي هما معاك في البطاقة زي الزوج أو الزوجة والأبناء لو ليهم شهادات ميلاد ولسه ما عملوش بطايق، حضرتك هتروح بشهادات الميلاد وبصور بطايق الأشخاص. مكتب التموين هيراجع البيانات ويبعتها للوزارة، الوزارة هتجمع البيانات كلها بتاع ال 7169 بطاقة. طيب لو ما بعتش من ال 7169 بطاقة لغاية نهاية الشهر الجاري، مالكش تموين. مالكش تموين يعني مالكش ال 50 جنيه ومالكش عدد الأرغفة. ده الجزء الأول فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر ده طبعا أثر يعني كلام ناس كتير جدا، ولكن هو ده الواقع، ان احنا امام تلاعب كان بيحصل، والوقت بقى فيه زي ما الوزير بيقول كده انه السيستم بقى فيه مرونة. خد بالك انه التموين النهاردة بدأت تستفيد من التعاون مع السيستمز اللي موجودة في جهات الدولة المختلفة. يعني مثلا عندك سيستم موجود في المرور، قاعدة بيانات بياخدوها في التموين عشان يشوفوا الشخص بيمتلك سيارات فارهة ولا لا، يشوف الشخص يستحق التموين ولا لا. طبعا قاعدة بيانات وزارة التضامن والتأمينات والمعاشات برضو مع التموين النهاردة، وقاعدة بيانات بيتعاونوا فيها مع وزارة الاتصالات بحسب طبعا استخدامات الهواتف المحمولة ومعلومات أكتر عن الأشخاص. يعني تقريبا الدولة كلها النهاردة بتخدم على قاعدة بيانات وزارة التموين عشان تقدر إنها من خلال القاعدة دي تحصل على أكبر قدر من المعلومات، تشوف مين يستحق ومين لا يستحق. طبعا النهاردة كمان الكلام على إنه العيش يكون بالوزن، وهنا أنا بنقل التخوف، يعني العيش بالوزن
بيقول لك مثلا انت بتاخد 5 ارغفه في اليوم، الخمس ارغفه الرغيف 90 جرام، فحضرتك هتضرب في 5 بتتكلم في 450 جرام في اليوم. طيب ده نصيب الشخص. لما نيجي نحسبها في الشهر هنجد انه ال 450 بتتكلم في حوالي 13.5 كيلو جرام نصيب الشخص من الخبز في الشهر. وهنا قال لك احنا ممكن نحول الدعم من عدد ارغفه للوزن، بحيث ان المواطن يحصل على 13.5 كيلو جرام في الشهر كله. وهنا الآلية ازاي؟ يعني يقصد هل هو هيجيب لك الوزن كله مرة واحدة دقيق مثلا، ولا انت بتاخده أرغفة، ولا بتاخده ايه بالظبط؟ عامة ايا كان الطريقة وايا كانت الآلية، لكن الموضوع برضو طالما انه في تلاعب، خد بالك من المعلومة دي، طالما انه في تلاعب في وزن الرغيف، وانه الشخص بيحصل على الرغيف 90 جرام، بعض الافران تخليه 80 بعضها، وده الكويس، بعضهم بيخليه 70، بعضهم يخليه 60، وهكذا. فطالما انه في تلاعب في وزن الرغيف، ممكن يكون في تلاعب في وزن المجموع الكلي اللي هو 13.5 كيلو جرام. اللي يسهل عليه ده يسهل عليه ده، والميزان ما فيش اسهل من انه يتم التلاعب فيه. ففكره الوزن والدعم العيني لازالت لسه ما فيش استقرار عليها، او غير مؤكد ان المواطن هيحصل على ما يستحق. فكره الدعم العيني لسه مش مؤكده. عشان كده بقول لكم انه الحوار الوطني منتظره وزاره التموين، وزير التموين الدكتور شريف فاروق منتظر دعوه الحوار الوطني مجلس الامناء، انه خلال الايام القادمه يتم دعوه طبعا الوزاره لمناقشه التحول من الدعم العيني للدعم النقدي. وهنا انا بوجه لهم رساله، ينظروا الى الناس اللي مصطفى امام افران الخبز في المدن او في القرى حتى، وده الاكثر، اللي بتروح تصطف امام الافران من الساعه 2 بالليل، من الساعه 1 بالليل، من الساعة 10 بالليل، ممكن ناس قاعدة منتظرة عشان الزحام اللي هيحصل الصبح، وعشان ان الخبز مش بيطلع بشكل كامل ويروح ل يعني اتجاهات مختلفة، فما بيقدرش المواطن يحصل الا لما يعني بيسلك سبل معينة عشان يحصل على الخبز وقاعد في بيته، او يروح طبعا خلال مسألة الحصول على الخبز لازم يروح بدري عشان الوقت المحدد اللي هيحصل فيه على الخبز بالنسبة له مش هيكون وقت كبير جدا. فطبعا احنا نتمنى انه يعني الامور دي تحل، لانه مش مشكله الوقت في مساله الدعم ومساله يعني انك تحذف البيانات وتحذف الناس، المشكله الاكبر ان الدعم يصل للمستحق. يعني انت ممكن تحذف ناس مش مستحقه، لكن حتى المستحق هيفضل ما يحصلش على ما يستحق. ازاي؟ لانه ممكن الدعم ده العين تحديدا بيتسرب منه كتير جدا، بيتسرب للمخابز، بيتسرب هنا وهنا، فلازم احنا نشوف حل في هذا الامر، او وزارة التموين تحل الامر بسرعة في مسألة حصول المواطن على الدعم، وتحديدا الخبز. الخبز لازم يتحول لدعم نقدي، ويحوكم ايضا دعم النقدي يكون عن طريق فيزا يحصل المواطن بها على الخبز بتاعه من الجهة اللي هو عايزها، بدون ان تقتصر على مكان معين، وتعلي التنافسية ما بين الأماكن دي، بحيث أنه المواطن يحصل على ما يستحق. لكن الأساس فيه هو برضو المواطن لما يروح يصرف الخبز بالفيزا بتاعته بفلوسه هيحصل على الخبز، يكون الخبز وزنه يعني مظبوط، وده مش هيحصل غير بالرقابة. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.